السلام عليكم شباب، شلون صحتكم؟ يوم ان شاء الله تكون بخير. رجعنا لكم من جديد بشرح جديد بخصوص لعبة ذاكرة 2. طبعا اليوم جايبين سيارة الجديدة اللي اضافوها بالاخير بلعبة ذاكرة 2، سيارة التشارجر ار تي ماسكت اديشن. طبعا هسه مثل ما راح تشوفون، طبعا السيارة هاي موديلها 69، مقاربة او مشابهة لسيارة دومز اللي موجود بفاست فيريوس. هسه حاليا راح نشوف شنو الفرق بين اختلاف هاي عن اختلاف اللي موجودة النسخة الاولى بدون ماسكت اديشن. العفو، هسه راح نجي هنا، راح نروح على الكتالوج لسيارات الدوج. عفو، من هنا راح نجي هذا الدوج، هنا راح نجي عندك سيارة الدوج وينها، اعتقد هاي تشارجر، اي هاي دوج تشارجر ار تي، هي نفسها بس الاختلاف بين ذيك وهاي مثل ما شفتوا اختلاف بالنسبة للاطارات، اختلاف بالنسبة لل الموجود اللي قدام عندكم الدعامية، مثل ما نقدر نقول الصدامات او هيك شيء، الاضاءة الليدات اللي موجودة طبعا من الخلف ومن تحت السيارة، وعندك الشكل البنيد، وما اعرف بعد من تعديلات تقدر تشوفها بعد ما تشتري السيارة. طبعا هذا الموديل هو نفسه بس تقريبا هي السيارة نفسها هذه، بس الموديل هنا اجى بطراز مختلف يعني بالنسبة للإعدادات والشغلات المعدل عليها، لأن هذه السيارة طبعا ديربي دوميليشن، أما هاي السيارة ستريت ريس. هسه راح نجي بالنسبة لهذه تشارجر ار تي هاي بخصوص الدريفت. طبعا هو الشباك اللي موجود مثل ما شفتوا هنا، الشباك يفتح، وهنا هم نفس الطريقة الشباك يفتح أول ما تاخذ السيارة. هاي موجودة بالرايل كروس، طبعا السيارة استخدامات متعددة، موجودة بالاس ار، بالدريفت، بالرايل كروس، بالتونينج، وهواي يعني بيها اضافات. هسه مثل ما تشوفون هي هاي السيارة اللي موجودة اضافت. راح نروح للمركز الرئيسي ونشوف، طبعا راح اخذ ديها تيست ونفكر اذا كنا نقدر نشتريها او لا، اذا كان السيارة حلوة. اختبار قيادة، طبعا السيارة شي كلش ممتع، القيادة مالتها السيارات ثقيلة طرازها القديم شي ممتع. طبعا السيارة بدون اضافات وبدون تعديلات. يلا شباب مثل ما اتفقنا راح نجي نشتري السيارة. طبعا اللون بيه لون اسود وبيه الجنوط، هذا الجنوط اللي موجود. نشتري السيارة، الحمد لله والشكر اشترينا السيارة واخيرا من الوكالة، شي كلش ممتع ان تروح تجمع فلوس وتشتري سيارة بلعبة ذاكرة 2 او فورز هورايزن 4. سعليا راح نجي ونروح نسوي عليها تعديلات، مركبة موجودة، راح اروح للاداء انطيها اداء كامل. طبعا انا راح اصعد الاداء بالنسبة لها هايش اللي موجودة عندي. هذا صدامات، هذا الدرع راح يكون هذا، هاي يصير بيها انفلاقية او هيك شي، لازم اعدادات تكون شوي تنطي اداء يعني سريع او هيك شي. طبعا شباب مثل ما تشوفون وصلنا لهنا، وراح نختار الاطارات بعد ما خلصنا نشوف المظهر شنو عندنا بالاطارات، هل اذا اختار الاطار مناسب، ما ادري اختار هذا الاطار، بس هذا طبعا رايي اللي ما يفيدني، ولا هذا ولا هذا ولا غيره، ما راح اختار اطار، راح اوفى، راح اجي اختار له السموك الاحمر، وراح اجي الاضاءة طبعا هي يمكن بيها اضاءة هذي تروح وتجي، اختار له هذه الاضاءة. هاي السيارة اللي موجودة هي هاي السيارة نفس اللي كانت معروضة، طبعا للي يحب يشتريها وما يحب يشتريها، المهم انا اشتريتها وحبيت اعدل عليها حتى تشوفوها قبل لا تشتروها. اما بالنسبة كسيارة هي حالها حال اي سيارة، بس المشكلة اللي بيها سيارات طبعا القديمة الكلاسيكة اغلبهن يكونن ثقيلات، بس شكلهن يعني نوعا ما وكلش حلو بالنسبة اذا كنت حاب توزن عليها او تعدل بعض التعديلات راح تتونس اكثر اكيد. هسه علي راح نشوف التسارع مالتها ونشوف وش قد نقدر نمشي بيها.
نشوف السرعة، إذا كانت السرعة طبعا تفوق أو لا نقدر نوصلها أكثر من 370. طبعا لحد الآن السيارة أسرع شيء وصلت هي 370. طبعا وخرت أنا من الإشارة حتى لا يطق لي الصورة، هاي الصورة طبعا يخرني شوي مطوج منها من وجودها من الإشارة. هسه حاليا راح أضغط النيترو بعد ما أستدير منها. أي هسه حاليا راح نشوف السرعة مال السيارة شقد، 388 تقريبا وصلنا 388. سألنا هنا احنا وصلنا بالنسبة للسيارة، طبعا السيارة شلعتها كلش شي خرافي وإداها شي كلش ممتع، إن شاء الله راح نشرح عليها بفيديوهات باقية على الوزنيات وغيرها. احنا حبينا بهذا الفيديو نجرب السيارة ونشوف شنو العرض الجديد اللي بيها وليش هيك مسويها. فهسه مثل ما شفتوا انه السيارة وتعديلها وشكلها تقريبا نفس السيارات الباقية، يعني ماكو في بيها فد شي، مجرد انه ماسكت اديشن يعني ضايف ليش كم شغلة تغير بالشكل الاصلي. ولهنا نهاية الفيديو ان شاء الله، واتمنى تستمتعون وتتابعون قناتي، وراح اشوفهم فيديوهات ان شاء الله اقوى من عندها وتجربة السيارات والشروحات بخصوص الالعاب الباقية. وشكرا لكم شباب وشكرا لكم متابعين.